السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شخباركم؟ ياكم سيد حسين عالم ابو فيديو الطوعيه، جديد رجعنا لكم وموضوع في جديد. جديد. قبل لا نبتدي شباب، اضغط زر اللايك واشترك في القناه اذا كنت مشترك، وفعل زر الجرس حق صوت كل جديد. شباب، طلب بسيط، بس في الوصف اول رابط، بس ادخل عليه وتابع المقطع، بس يعني ادخل عليه واطلع من هذا وتطلع من الصفحه وتابع المقطع. اوكي شباب، خلينا نبتدي في الشرح. طبعا شباب، قبل بعد ما نبتدي، طبعا في فلوجات وسلاسل، وعرفتون يعني بصير في يعني فلوجات، وعما قريب ان شاء الله السيت اب براويكم اياه، سيت اب حقي. اوكي شباب، المهم طبعا اليوم موضوعنا عن طريقة يعني شلون اقول، تقوية وتسريع وتنشيط وتخفيض او تقليل حجم ذاكرة الايباد او الايفون باستخدام برنامج واحد فقط. اسم البرنامج DR Cleaner. رابط البرنامج بيكون الرابط الثاني في الوصف. طبعا البرنامج يعني صراحة جدا جدا مفيد، يعني مثلا اذا كان عندك مثلا جهات اتصال مكررة راح يحذفها لك، صور مكررة يحذفها لك، لكن باذنك انت. طبعا هذا هو البرنامج، اولا ما تدخل عليه بعد التثبيت بيتطلب منك السماح بالوصول الى الصور وهكذا والاشعارات، وعرفتم شلون، فانت تضغط السماح. طبعا اول شيء بقول لك ستورج، اول ما تفتح البرنامج بيجيك كلمه ستورج، وبيجيك هذه الكلمه اللي بالاحمر. طبعا معناه ستورج اللي هو المتوفر، فاذا ضغط على الحمراء وانتظرت شوي بصير لك دقائق، استغفر الله، بصير لك جيجات او مساحه تخزينيه اكبر، يعني يزيد لك المساحه التخزينيه، الملفات اللي تكون عندك يعني ما لها داعي في الجهاز، او يعني انت ما تحتاجها اساسا، يعني مو انت لا يعني الصور احتاجها، لا ملفات كلش يعني قديم مثلا مال اوستين تكون منزلها، يعني عرفتون. فيلا تضغط عليها الحمار في كلمه، مو كنسل، انا بالغلط اضغط كنسل، تضغطون على هذه الكلمه تمام، وبيبدا مثل ما تشوفون بيبدا يطلع لك ارقام في الشاشه مثل ما تشوفون، فهذه الارقام يعني شلون بالمئة بالمئة بالمئة. بعدين بقول لك تنتظر، طبعا اللي حطوه في البدايه طبعا هذا المساحه المتوفر عندك، عرفتون. فبعد الحين تنتظر 30 ثانيه وبرجع لكم. اوكي شباب، طبعا بعد ما مسحت البرنامج من تحت تدخل على طبعا الثاني اللي هو الصور المكرره، يعني اذا كان عندك في جهازك صور مكررة سواء كانت مرتين او اكثر، فتضغط على كلمة ستارت تمام يا شباب. بعدين شوفوا، انا ما شاء الله عندي واجد صور مكررة، فللتوضيح يعني طبعا ياخذ من سكرين شوت، ياخذ واجد اشياء، عرفتون شلون شباب. فاذا انت بغيت تحذفهم طبعا بيبقى لك بس صورة من دي، عرفتون شلون. فالمهم شباب، حمي احذفهم كلهم لانه واجد ياخذون مساحة، عرفتون. تضغط على الحمراء، تضغط على كلمة حذف، بيطلع لك اعلانات. طبعا الاعلانات اللي ما تقصر، تضغط اكس على الاعلان مثل ما تشوفون شباب، راح طبعا الحين بيطلع لك اعلانات، فانصحك تمسح هذا من تحت برنامج. طبعا الخيار الثالث فولت، طبعا ما ادري مال وش بالضبط. الخيار الرابع اللي هو الكونتاكتس، اذا كان عندك جهات اتصال مكرره، يعني شلون اقول لك، اوضح لكم، يعني مثلا كان عندك جهه اتصال احمد، وبعد جهه اتصال غيرها احمد، وبعد جهه اتصال غيرها احمد، وكلهم نفس الرقم، بيحذف لك ثنتين وبخليك بس واحدة، عرفتون. فنضغط ستارت، خلنا نشوف. انا عندي بقول لك يرغب دي ار كلينر بالوصول الى جهات الاتصال، هل تود السماح بذلك؟ تضغط على كلمة السماح. مثل ما تشوفون شباب، انا حاليا ما عندي جهات اتصال مكررة الحمد لله، فبس. وهذا هو كان برنامج، يعني مختصر البرنامج، فبرنامج جدا سهل شباب، وبتتعودون عليه اكثر واكثر. فلهنا انا